مقابله عندها قيمه، مقابله متقدمه فينا. نتمنى ان غدوك تكونوا يوم كويس، وان شاء الله بقدره ربي نرجعوا بنتيجه ايجابيه. يعني انا المباراه نتاع بكره باش تكون مباراه كو، ماهيش مباراه نقاط. تعرف كي تلعب في المجموعات تبدا تعمل في حساب نتاعك، نعمل ماتش نربح 3 نقاط، هذه مقابلة مش تاع نقاط، مقابلة نتاع باش نتعداو بها ان شاء الله بقدرة ربي الدور النهائي. لا بالعكس، انتم تعرفوا 80% من لاعبين الرجاء هم ابناء الرجاء، وابن الرجاء في المباراة هذه خمم كان في الام، خمم كان في النادي نتاعو، دونك ما عندناش حتى مشكلة من الناحية هذه. نعرفوا نقاط القوة نتاعهم، انهم يوتيليز برشا لي كونتر اتاك، يشدوا الكرة، يعني فريق ممتاز. كذلك كل فريق عنده نقطة قوة وكل فريق عنده نقطة ضعف. نقطة الضعف إن شاء الله غدويك نحاولوا باش نستغلوها.